بسم الله الرحمن الرحيم. راح نحكي اليوم عن البايبس والبامبس التي تستخدم في ضخ المياه، أي نقلها من الأماكن المنخفضة للأماكن المرتفعة، أو للتجنب أو نقل المياه لمسافات طويلة، حتى لأنه حتى باي جرافيتي المي ما بتقدر تمشي في مسافات طويلة بسبب وجود الاحتكاك، وبالتالي بتخسر من طاقتها. فبالتالي المضخة هي وسيلة بنضطر نحن في بعض الأحيان لما ننقل مياه من مخزان ألف للخزان باء، إنه في بعض بسبب التضاريس إنه مثلا البايب ممكن يرتفع، الهيد المطلوب في البايب يصير أكثر من كل الإنرجي جريد لاين، من الإنرجي من الموجودة في البايب. فهاي الحالة فإنه المي ما بتقدر ترتفع لوحدها، فبالتالي بنضطر نضع مضخة حتى نرفع المية، لأنه لو كانت يعني باي جرافيتي من نخل المي من خزان ألف الأي للخزان بي، فبضل ماشي المي نزول، ولكن بسبب التضاريس مثل ارتفاع الأرض مثل ورا جبل ورا تلة بتضطر نضع مضخة. فالمضخة هي أدوات تستخدم لرفع المياه من النقطة المنخفضة للنقطة المرتفعة، وأيضا حتى لو كانوا نقطتين على نفس الإليفيشن ولكن المسافة طويلة بيناتهم جدا، بنضطر احنا نضع مضخة. فهي أيضا تضيف الإنرجي. طبعا الهيد تبع المضخة أو هيد تبع المضخة هو بنقيسه المسافة العمودية. لو أخذنا مثلا عندنا خزان سفلي وخزان علوي، فالهيد تاع المضخة هو المسافة العمودية بين الهيدرو جريد لاين للسكشن سايد، هذا الجزء من المضخة بنسميه سكشن سايد، هاي عندنا المضخة، والجزء الطالع من المضخة بنسميه ديليفري سايد. فهي المسافة العمودية بين أوطى نقطة في الهيدرو جريد لاين بالسكشن سايد وأعلى نقطة بالإنرجي جريد لاين بالديليفري سايد، الخزان المستقبل، فهو بنسميها ايش، هذا هو الهيد تاع المضخة تاع السيستم. طيب احنا قلنا هذا نسميه هيد للسكشن وهذا الهيد للدليفري. لو كان عندنا خزانين مثلا، خزان ارضي وخزان علوي، هذا مصدر وهذا مستقبل ريسيفر، بنضخ المي من خزان علوي من الخزان الارضي للخزان العلوي. وكان ارتفاع المي بالخزان السفلي بنسميه ارتفاع المي اتش اس، وارتفاع المي بالخزان العلوي سميناه اتش ار. لاحظ انه حتى نساوي بين الـ بين الـ نعمل انرجي ايكويشن بين النقطتين، بنحكي انه اتش اس زائد الهيد للمضخه او الهيد للاتش بي تساوي الاتش ار بلس التوتال هيد لوسز. فاحنا عندنا الاتش اس زائد الاتش بي يساوي الاتش ار زائد توتال هيد لوسز. طبعا الاتش اس هو ارتفاع المي بخزان السورس، والاتش ار الكابيتال هي ارتفاع المي بالخزان الريسيفر او التانك اللي بيستقبلها. طبعا لو اخذنا نحن سؤال حتى نشوف على نفس الرسمه هاي، قلنا في عندنا a pump is necessary to lift the water from a clear well reservoir at water treatment plant to storage tower tank. عندنا مضخه بتلزم لنقل المياه من تانك ارضي او ريزرفوار جراند ريزرفوار التابع لمحطة معالجة مي إلى تور أو تانك ستورج لفور ستورج يستخدم للتخزين. يبعد عنه ارتفاع، فرق ارتفاع المسافة 50 فت ويبعد عنه 1500 فت. بلانت ستورج تور طبعا المسافة الأفقية 50 فت and some distance away زي ما احنا شايفين بالصورة، في مسافة طبعا مسافة 1500 فت بالسؤال مكتوبة. الفلوريت كان 15 كوبيك فيت بير سكند، ودرجة الحرارة المي 68 فهرنهايت. إذا كان البايب المستخدم 15 إنش، انتبه إنه 15 إنش بايب، والإي أوفر دي بهاي باعتماد على نوع البايب كانت 0.408، والمسافة بتوين التو ريزرفوار 1500 فيت. واحسب واعتبر إنه الماينر لوسز ايكوالز 15 تايمز ذا فيلوسيتي هيد. طبعا الفيلوسيتي هيد احنا بنعرف في تربيع على 2 جي، هنا في فيلوسيتي هيد الفي تربيع 2 جي، في عندي بريشر هيد البي على جاما، في عندي البوتنشال هيد اللي هو الزد او المرات تسميه اتش سمول. المطلوب ديتيرمين ذا بريشر هيد الاتش بي للسيستم، والمطلوب الثاني ديتيرمين ذا بريشر هيد اون ذا سكشن، بدي البي على جاما هو البريشر هيد في السكشن سايد للخزان. اذا كانت
ارتفاعه عن سطح المية 10 متر، هذا 10 متر، 10 فت سوري، والمسافة من هون لهون، المسافة من سطح الخزان للمضخة 100 فت. هل احنا بنحل المثال الاول؟ احنا قلنا ما في عندنا معلومة للسيستم، احنا عندي الارتفاع اللي هو اتش اس او اتش ار ناقص اتش اس يساوي 50، فالهيد بي يساوي اتش ار ناقص اتش اس هي تساوي 50، الهيد البام يساوي اتش ار ناقص اتش اس يساوي 50 طبعا بلس الهيد لوسز، يعني احنا ما ممكن نسميها الهيد تاع المضخه اتش ار لانه ما في عندي معلومات عن ارتفاع المي بالخزان الاول وارتفاع المي بالخزان الثاني، لو كانت موجوده بنضيفهم، يعني بنضيف هون عندنا ال 50 المسافه العلويه، واذا كان في عندي ارتفاع المي بالخزان الاول بدي اطرحها من ال 50، ولكن بما انه عندنا مش معلومه بنفرضهم انه مش موجودات، ولكن المسافه العلويه هي 50 وزائد الهيد لوس، الهيد لوس بالسيستم، يعني عندك ال HB يساوي HR ناقص HE زائد ال Head Losses، ال HR ناقص HS اللي هي 50 زائد ال Head Losses. هو قال لنا في عندنا، في عندنا Head Losses، في عندنا Major وماينر، نقل المي في عندنا Major وماينر، قال لك انه كل الماينر خذهم 15 ال Velocity Head، يعني 15 في تربيع على 2G، وفي عند الميجر اللي هو FL في تربيع على ال Head Loss و FL في تربيع على 2G دي، طبعا ال ال انه على دي طبعا احنا نحطها هون، وفي عندي زائد 15 في تربيع على 2G، هذا ال هيد لوس الكامل بنضيف له 50 بيطلع عندي ال اتش للبامب. طبعا بدنا نحسب، احنا شو في عندنا مجهول، عندنا ال اف مش معروف، وعندنا ال في، ال في بنضطر نحسبها انه اعطانا كيو، وعندي البايب دياميتر فامكاني احسب ال في، ال في تساوي كيو على ايه، وبيطلع عندي 12 0.2 فيت بير سكند. بدي احسب الاف، الاف معطيني بعرف السرعه ومعطيني الاي على دي، وعندي مودي دايجرام فامكاني اعرف الاف، الاف عندي الرينولد نمبر، الفي ضرب دي على نيو، نيو طبعا انتبه انها وحدتها حتكون فيت تربيع بير سكند اللي 1.8 ضرب 10 قوه 5 عند درجه حراره 62 فهرنهايت، الفي 12.2، الدي الدي انتبه انه هون الدي اعطاك 15 انش، فبدك تحولها لفت لانه السرعات عندي بالفت وكل شيء عندي بوحده الفت، اللي هي بدي اقسم على على 12، 15 على 12 يعني هي كل 12 انش يساوي 1 فت، فبما ان عندي انا الانش موجوده فوق فبحطها تحت، كل 12 انش يساوي 1 فت، لما اقسم على 12 فبطلع عندي الجواب بالفت، النمبر طلع عندي 1.4 ضرب 10 قوة 6، وعندي الاي اوفر دي، فبروح على الشارت المودي دايجرام، هاي الرينولد نمبر في هاي المنطقة نحن، والاي اوفر دي تقريبا هون يعني 0.000 تقريبا، لو هون يعني هون بدها تكون، يعني لو اخذناها لو وصلناها للثلث اصفار واحد تقريبا نحن في هاي المنطقة، يعني لو مشينا هون هيك هاي ال 0.01 0.02 0.013، يعني 0.013 تقريبا اف، ممكن تحطها 0.132 او 0.135 ما مش فارق كثير، فبعوض في القانون، فعندي الاف والال عندي عرفنا انه 1500 فت، والفي تربيع 12.2، وال2 جي دي هون استخدم الجين، لا تنسى انك تستخدمها 32.2، انتبه لانه هون بالفت، والدياميتر اللي هي 15 على 2 اللي هي 1.25 فت، زائد الفي تربيع 12 وعلى 2 جي، وانتبه لها، وبطلع الجواب عندك الهيد لوس 70، وعندي الاتش بي بضيف له 50 انه ارتفاع العمود، بطلع عندي بدي 120 فت. انتبه لشغله، انه انت لو تيجي تشتري المضخه ما بتروح تشتريها 120 فت الهيد تبعها، يعني لو قسمناها على ثلاث حوالي ال 40 متر، بدك كمان هيد لوسز، وفي عندك هيد لوسز بسبب المضخه وكفايه المضخه بتشتريها اكثر. لو اخذنا الفرع الثاني بده الفرع الثاني بده البيت البريشر هيد البي عند النقطة 2، لو أخذنا عند السكشن 1.1 والسكشن 2.2 وأخذنا الداتا عند النقطة اتش اس، فعندي اتش اس زائد لو سميناها 1 سميها 2، وبده البريشر هيت عند النقطة 2 ب
V1 على جاما زائد V1 تربيع على 2G زائد ال HS1 أو H1 تساوي ال V2 تربيع على ال V2 تربيع على 2G زائد B2 على جاما زائد الارتفاع البتنشال اللي هو حكينا انه 10 متر زائد الهيد لوسز توتال هيد لوسز. طبعا بما انه احنا خزان مفتوح والسرعات فان السرعه بالخزان تساوي صفر والبرشر في الخزان تساوي صفر واخذنا الداتا من عند اتش اس فصفى يساوي صفر. لو كتبنا المعادله فصفت المعادله اتش اس تساوي اتش 2 اتش 2 الارتفاع 10 متر زائد في 2 تربيع على 2G زائد B2 على جاما زائد HL. HS الداتا تساوي صفر وانا عندي ال H2 بعرفها 10 وال V2 ما اللي هي ال 12 12.2 حسب 2GD بدي البرشر هيد وبدي الهيد لوس. البرشر هيد هو المطلوب الهيد لوس بدي اطلعهم وقال لك اللي عندنا الهيد لوس الموجود عندي انا عندي على الانترانس تاع الخزان اذا في عندي الانترانس والمسافه المسافه من 100 متر فعندي اف ال في تربيع على 2 جي دي اللي هي اف 0.13 ال ال 100 على دي ال 1.25 في تربيع على 12 زائد الكي اي ماخذها 4 فعندي انا بعرف الاتش ال فصف انا عندي كلهم اتش 2 10 والفي تربيع موجوده والاتش ال ناقص 10 ولو بجيبهم على الجهه الثانيه باخذ شرط السالب الصفر اللي هو هذا اتش اس اللي حكينا الداتم صفر ناقص هذول بطلع عند الجواب ناقص 23.9 تساوي البي 2 او البريشر هيد. لاحظ انه نيجاتيف لانه احنا قلنا دائما البريشر هيد في جزء السكشن بكون بالسالب وبس جزء الدليفري بكون في الموجب فاحنا بس جزء السكشن على مدخل المضخة فبطلع المفروض يطلع عنا ناقص 23 يعني تقريبا 7 متر تقريبا 7 متر. لاحظوا هذا الحد هذا انه لو زادت القيمة لو نزل البرشر عن 7 متر يعني صار ناقص 24 25 عندك خطر انه يصير في تبخر المي وبصير عندك ظاهرة الكافيتي الغازات. طبعا المي بتتبخر تقريبا على السالب 33 فت البرشر هيد اللي هو جاي من بيئة فيبر ناقص بيئة اتموسفيريك اللي هو البي فيبر ناقص 14 الناقص بوينت 344 فهي انت لو حسبتها بيطلع عندك على الناقص 33 فت راح يصير عندك الكافيتيشن تبخر المية. بعد انه انت اكبر قيمتك اكبر من تبخر المية فبالتالي انت يعني بالسيف سايد ما بصير عندك تبخر المية وبالتالي تتجنب الكافيتي ما يعرف بالكافيتي بسبب المضخة. بدك تلغي تأثير الكافيتي بتقلل طول السكشن هيد بقلل بالعادة طول السكشن هيد. راح نوقف هون ونروح على المرة الجاية على البرانشينج بايب سيستم ويعطيكم العافية.